دراسة علمية حول سلالات الأغنام المغربية. أعشر، بمناسبة عيد الأضحى نستعرض الأصول الجينية لسلالات الأغنام المغربية، إذ تبينت الدراسة إلى أن السلالات المغربية تتسم بأصول محلية كبيرة مع تأثيرات جنوب أوروبية وبدون أي تأثيرات مشرقية. وبشكل خاص تتميز سلالة الدمان بكونها محلية خالصة دون أي تأثيرات أجنبية. يا معشر، كما يمكن تأريخ السلالات مثل تمحاضيت، الصردي، بني يجيل وبجعد إلى حوالي 7000 سنة قبل الوقت الحاضر، بينما يعود تاريخ سلالة تاملاليت إلى نحو 7700 سنة قبل الوقت الحاضر، وسلالة الدمان إلى حوالي 8700 سنة قبل الوقت الحاضر. أريس. وفيما يخص تحليل PCA، تظهر السلالات المغربية متجمعة في مجموعتين رئيسيتين، الأغلبية في المجموعة الأولى الأقرب إلى إيبيريا وخصوصاً البرتغال، مع تواجد للمجموعة الثانية بالقرب من السلالات الإيطالية. علما تشير الدراسة إلى أن أقدم مكون جيني عميق في السلالات المغربية يعود إلى الأمازيغ الأوائل منذ حوالي 8600 سنة، ويشكل هذا المكون حوالي 20%. التدفق الجيني الثاني يرتبط بإيبيريا منذ حوالي 7700 سنة ويمثل حوالي 68%، مع العلم أن السلالات الأمومية القادمة من إيبيريا تشكل أكثر من 90%. إيريا. كما أن الأساليب المختلفة المستخدمة في هذه الدراسة قدمت معلومات مكملة عن أصل سلالات الأغنام المغربية. إذا أخذنا في الاعتبار تحليل الكليستر الناتج عن علم الأنساب وطريقة نيويك إكسترا، يتضح أن جميع السلالات الإيبيرية الإيطالية والمغربية مفصولة بشكل واضح عن السلالات المشرقية، وهذا يشير إلى أن سكان البحر الأبيض المتوسط الغربي قد خضعوا لفترة طويلة من التطور تراكمت خلالها العديد من الطفرات. وعلاوة على ذلك يبدو أن سلالات الأغنام المغربية أقرب إلى السلالات البرتغالية مقارنة بالإسبانية، وحتى أكثر قرباً من الإيطالية أزدعى في المجمل. يمكن القول إن السلالات المغربية يغلب عليها الأصول المحلية بشكل كبير مع تأثير جنوب أوروبي وتجمعها في مجموعات جينية خاصة بها